من بورت سودان ينضم إلينا مراسل العربي وائل محمد الحسن. وائل، أهلا بك معنا. عام مر وحرب العسكر في السودان ما زالت مستمرة، ماذا في تطوراتها وماذا في حصيلة هذا العام؟ نعم سونيا، عام مر على بداية هذه الحرب في العاصمة الخرطوم، والتي تمددت إلى عدد كبير جدا من الولايات بخلاف العاصمة الخرطوم، حيث وصلت إلى معظم ولايات دارفور وإلى أغلب ولايات كردفان وإلى ولاية الجزيرة والقضارف وسنار، ولم تصبح حكرا فقط على العاصمة الخرطوم. عام مر على بداية الحرب أدت إلى انهيار شبه كامل للقطاع الصحي، أدت إلى انهيار كامل لقطاع التعليم، أدت إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص من منازلهم إذا كان داخل السودان أو حتى إلى دول الجوار. عام من الحرب دون توقف أدى إلى أن شبح الجوع والموت أصبح الآن جاثما على صدر كل السودانيين وعلى كل السودان. عام كامل من الحرب دون الالتزام بأي هدنة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، مما ضاعف من الأزمة على المواطن. عام من الحرب وما تزال عمليات القتل والنهب والقصف العشوائي على المنازل وعلى المواطنين مستمرة. عام من الحرب وما تزال عمليات القتل الممنهج بداعي الجنس أو حتى القبيلة مستمر في دارفور وفي مناطق كثيرة من السودان. عام من الحرب وأيضا شبح التمدد إلى ولايات جديدة، خصوصا بعد قصف المسيرات الأخير، إذا كان في ولاية نهر النيل في مدينة عطبرة أو في ولاية القضارف في مدينة القضارف وأيضا في منطقة سيتيت والشوك. عام من الحرب دون حتى أي بوادر لأن يكون هنالك أي سلام قادم. ما تزال سوريا جبهات القتال مشتعلة حتى الآن بعد هذا العام، دون أن يحس السودانيون بأن هنالك بارقة أمل للتوصل إلى سلام أو أن هنالك تفاوض جاد بين الطرفين، الجيش وقوات الدعم السريع. على جبهات القتال ما تزال المعارك محتدمة منذ أكثر من يومين في جبهة ولاية شمال دارفور، تحديدا في مناطق الفاشر وفي مناطق مليط، ما أدى إلى نزوح الآلاف من المواطنين ناحية مدينة الفاشر، حيث كانت قوات الدعم السريع تحشد القوات منذ أكثر من 3 أسابيع للهجوم على الفاشر، خصوصا بعد أن قالت الحركات المسلحة أو القوات المشتركة المشكلة من عدة حركات مسلحة أنها سوف تقاتل إلى جانب الجيش وأنها سوف تبتعد عن منطقة الحياد وأنها ستقاتل قوات الدعم السريع في أي مكان. أيضا الاشتباكات والمعارك محتدمة في محور ولاية الجزيرة في عدة مناطق، تحديدا المنطقة الجنوبية المتاخمة لولاية سنار، في مناطق غرب سنار المعارك مشتعلة، أيضا في محور المناجل أيضا نعم. عمليات نوعية بالنسبة للجيش. الجيش قام أيضا بقصف عدد من المواقع في نعم. كردفان وفي ولايات دارفور المختلفة سوريا. نعم، شكرا جزيلا لك وائل محمد الحسن مراسل العربي، كنت معنا من بورت سودان.